بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، ثم ما بعد. ومعنا العدد 11 في القرآن والسنة وتاريخ وأدب العرب، فنقول وبالله التوفيق، لم يذكر هذا العدد في القرآن إلا مرة واحدة، في آية واحدة، في سورة واحدة، في موضوع واحد، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لكن العجب بين هذا العدد لفظاً وعدد سورة الفلق وسورة الناس إذا جمعتا. طبعاً إخوة يوسف حسدة: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك، صح ولا لا؟ طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذه خمسة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. 11 آية كلها عوذ من الله، رب الفلق، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات عقد السحرة، من شر حاسد إذا حسد، من شر الوسواس. خمسة أشرار في 11 آية لدفعها. طيب، 11 كوكبا رآها يوسف عليه السلام وعمره صغير سن. قيل كان وقت الرؤيا عمره 10 سنوات، وقيل 11 سنة. طيب، 11 كوكبا والشمس والقمر، الكواكب 11 ما هي؟ هل تعلم أن الكواكب تنقسم إلى أقسام؟ هنالك الكوكب الدري الغابق في السماء، شديد الإضاءة، بعيد في جو السماء، وهناك كوكب دون ذلك خافت الإضاءة، قريب، وهناك كوكب يجري، وكوكب يضيء ويطفي، يعني يضيء تارة ويذهب ضوءه تارة أخرى. هكذا كان إخوة يوسف، 11 كوكبا من 4 نساء، حرتان وأمتان، والحرتان شقيقتان، أبوهما واحد وأمهما واحدة. ما هي القصة؟ ما بداية القصة؟ أذكرها مختصرة ثم أدخل على موضوع الرؤية لنبين ما يتعلق بها عامة وخاصة. 11 كوكب بالمقارنة مع الشمس والقمر، إذا طلعت الشمس هل يبقى كوكب؟ كما قال الشاعر لحبيبته، قال: أنت شمس والنساء كواكب، إذا ما بدت لم يبدو منهن كوكب. إذا بدأت الشمس وطلعت الشمس فلا وجود للكواكب، أليس كذلك؟ طيب، القمر إذا طلع جاءت الكواكب معه، فالكواكب تجتمع مع القمر
ولا تجتمع مع الشمس، فالشمس امرأة والقمر رجل، فاجتمع الإخوة في الأب ولم يجتمعوا في الأم. واضح؟ أمهات شتى. أم يوسف ما ولدت إلا اثنين، يوسف وبنيامين، واسمها راحيل رحمها الله، ماتت في نفاسها بولدها الثاني بنيامين. أما الأخت الكبرى فقد ولدت ليعقوب عليه السلام أربعة، صارت الزوجة الأولى الحرة ولدت أربعة، والزوجة الثانية الحرة ولدت اثنين، والأمتان كل واحدة ولدت كم؟ ثلاثة، فأصبح المجموع 12 ولد. ولما نام يوسف وهو صغير رأى إخوته الإحدى عشر رآهم، أو الأحد عشر أخا رآهم في منامه في صورة كواكب قد اجتمعوا نحو قمر وليس معهم إلا شمس واحدة. طيب الشموس أربعة، لما لم يرى يوسف قمرا واحدا بين أربعة شموس وحوله أحد عشر كوكبا؟ قالوا لأن أم يوسف شمس قد ماتت قد غربت، والأمتان لا تظهران مع وجود الحرة، فظهرت الحرة شمس، والشمس حارقة للأسف، الشمس حارقة. فامرأة الأب أو ما يسمى زوجة الأب هي شمس على أبنائه من غيرها، فلا يعتمدن أحد على تربية أبنائه من زوجة أخرى عند زوجة أخرى، فلن يقوم مقام الأم أحد كائنا من كان. عندنا مثل يقول باللهجة الحسنية: الأم مأمونة ولو كانت قابونة. القابونة هذا اللي هو الدب. الأم لو كانت دب، لو كانت يعني فيلة، لو كانت ما كانت مأمونة على ابنها، فلتكن من أسوأ الخلق لكن سوءها لن يصل إلى أبنائه، لأن الله جبل قلبها على محبة أبنائه. فقد تسيء إليك وتسيء إلى أهلك لكن مستحيل تسيء إلى أبنائه. لذلك حافظوا على الأمهات. وفي بعض الرجال خصوصا عند قبائل البدو عندهم وفاء للأمهات، يقول إلا أم العيال ولو كانت سيئة عليه لكنها أنجبت فيحافظ عليها، وهذا من الوفاء. طيب، ظهرت شمس واحدة، هذه الشمس من رآها؟ رآها يوسف، إذن هي شمس عليه، وليس بالضرورة أن تكون شمس على غيره، لأن الكواكب أعلى من الشمس، فتبين من الرؤية الضرر الحاصل على يوسف أكثر من سائر إخوته من خالته زوجة أبوه. ومن هنا جاءت الحكمة الشرعية في عدم جواز الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. كان جائز واحد يتزوج أخته، آدم عليه السلام زوجه الله حواء، وحواء أنجبت توائم، ولد وبنت، ولد وبنت، ولد وبنت، وما ولدت حواء ولدا واحدا من غير بنت إلا واحد، هابيل.
تولد لوحده، تعويضا عن عفوا إلا شئثة تولد لوحده تعويضا عن هابيل بعد قتله. إذن سائر أبنائه وبناته توائم، ومن نظر إلى عدد أبنائه الذكور 21 ولد، عدد بنات آدم 20 بنت، قتل ولد فتعادل العدد 20 بنت و20 ولد غير القتيل هابيل. طيب ال20 بنت وال20 ولد إخوان ولا لا؟ إخوان، لكن فيه التوأم، هذا الولد مثلا قابيل وأخته توأم، هابيل وأخته توأم، وكان الحكم أن كل ولد يتزوج توأمته التي ولدت معه. فجاء الوحي لآدم عليه السلام أن يزوج توأمة هذا بتوأم أخته الثانية، والتوأمة هذه بتوأم الأخت الأخرى. هذا حكم الله، كلهم إخوان بس اثنين توأم، بدل من يتزوجوا مع بعض، لا خذ أنت الأخت اللي توأم أخوك ويأخذ أخوك توأمتك أنت. فنادى آدم ابنائه قال يا أبنائي أوحي إلي أن أزوج كل واحد منكم بتوأمة أخيه. قالوا سمعا وطاعة، إلا قابيل قال لا، توأمتي أنا أحق بها. قال له توأمتك قد زوجتها هابيل، وتوأمة هابيل قد زوجتك أنت. قال ما أبي. قال هابيل الأمر لك يا أبي، الأمر لله ثم لك، أنا تحت الأمر، إذا قال الله تزوج هذه خلاص، قال هذه خلاص كلها سواء. قال قابيل لا، توأمتي لي، ولئن زوجتها أخي لأقتله، تهديد. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. طبعا قابيل آدم قال لهما ليقرب كل واحد منكم قربانا إلى الله، فمن تقبل قربانه فالحق معه، وذلك الذي يريد الله وذلك الذي شرع الله. كان قابيل يرعى الغنم وكان هابيل مزارعا، العكس، كان هابيل يرعى الغنم وكان قابيل مزارعا. فقدم هابيل كبشا جميلا وقدم قابيل زرعا، فجاءت النار التي تأخذ القربان فترفعه إلى السماء، فأخذت الكبش فرفعته. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما هابيل ولم يتقبل من الآخر قابيل، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك. الشاهد، استمر زواج الأخوات مباح إلى عهد إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام. فتزوج يعقوب ابنتي خاله لابان، لابان خال يعقوب عليه السلام أخو أمه. وسبب، وكان لابان يسكن العراق، وكان إسرائيل الذي هو يعقوب يسكن الشام، وحصلت قصة بينهما أن إسحاق وهو والد يعقوب ووالد الأصفر الذي هو الروم ويكنيه العرب بالأصفر، وهو الذي تنتسب إليه الروم، وهو التوأم يعقوب توأم إسرائيل. الشاهد أن إسحاق أخذ الله بصره، وكان يحب روم أكثر من حبه ليعقوب، وكانت أم يعقوب تحب يعقوب أكثر من روم، ويحصل هذا بين الوالدين، يحب الوالد هذا الولد وتحب الوالدة هذا الولد الآخر، وكل يدلع ولده مع أنهم أولادهم كلهم. الشاهد،
قال يعقوب قال إسحاق يوما لأمام زوجته: لآمرن غدا ولدي روم أن يصطاد لي من الصيد، فقد اشتقت إلى اللحم. الأم أمرت يعقوب أن يذبح جديا وأن يطعم والده قبل أخيه روم، وروم ذهب يصطاد، فاستعجل يعقوب فذبح فأطعم والده فدعا له قال: اللهم اجعل في ذريته النبوة والكتاب. هذه الدعوة كان إسحاق يريدها في روم، فبسبب المرأة جاءت ليعقوب. فجاء روم يحمل الطعام بعدما ذهب يطارد الصيد وجاء متعب وطبخ وقدم اللحم. قال: من أنت؟ قال: أنا ابنك روم، قد أتيتك بالصيد. قال: ألم تأتني به قبل هذا؟ قال: لا. إذن ذاك أخي، إذن فعلها، إذن والله لأقتلنه. فقالت الأم لابنها يعقوب: اسري، هاجر هذه الليلة، لا تبت في الشام، فسرى ليلا فسمي إسرائيل. وهذا سر تسميته بإسرائيل. سار من أرض الشام إلى أرض العراق واختبأ عند خاله لابان، فحصل معه أن زوجه خاله بابنته الكبرى، ثم زوجه بعد ذلك بالصغرى راحيل، ثم أرسله وأعطى كل واحدة من ابنتيه أمة تخدمها، وكل واحدة من الزوجتين أو البنتين وهبت أمتها ليعقوب، فأصبح عنده حرتين وأمتين. هؤلاء الأربع هم أبناء الاثنى عشر ولد. عاد بعد ذلك يعقوب وبزوجاته الأربع إلى أرض الشام، وحصلت صلح بينه وبين روم، لكن إسحاق دعا لروم فقال: اللهم أكثر نسله وماله وأدم ملكه. فأصبحت النبوة والكتاب في ذرية إسحاق، في ذرية يعقوب الذي هو إسرائيل، وهم بني إسرائيل، كما قال الله عز وجل في خطبة موسى في بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قومي، طبعا يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. الله عز وجل يقول لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أما روم فهو الأصفر، فأعطاه الله جمال البشرة وكثرة النسل ودوام الملك. بنو إسرائيل انهد ملكهم وتفرقوا وتمزقوا وتسلط عليهم بخت نصر، ثم جاء الإسلام فتسلط عليهم وأجلاهم من الحجاز، وسيجتمعون ليفسدوا في الأرض كما قال الله كرتين: الفساد الأول ويمحق، والفساد الثاني ويمحق، فسادهم الثاني مع الدجال الأعور الدجال، يجتمعون عليه، فينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال، ثم يجتمع المسلمون والنصارى يد واحدة. عند نزول عيسى بن مريم لا يبقى نصراني إلا أسلم ودخل الإسلام. قال الله جل جلاله: وإن من أهل الكتاب، يعني النصارى هنا، إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني بعيسى بن مريم. بعد هذا نرجع إلى العدد 11 في رؤية يوسف عليه السلام، ونتكلم في هذا الباب عن الرؤيا. الرؤيا لها علاقة بالعدد 11: أرأيت 11 كوكبا. هذه أول رؤيا في سورة يوسف عليه السلام، وبعدها تأتي رؤيا صاحبي السجن، ما أحدهما قال إني رأيت أني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا،
وتأتي رؤيا الثالثة رؤيا الملك، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. هذا كم؟ طيب، هذه الرؤى كلها في سورة واحدة هي سورة يوسف عليه السلام، وسماها الله أحسن القصص. طبعا هذه القصة سردناها في هذا المسجد إجمالا وتفصيلا ومعلومة لدى الجميع، لكن كثير من الناس ربما عنده علم قليل في باب الرؤى. فما هي الرؤيا؟ ما هو الحلم؟ ما هو حديث النفس؟ ما حقيقة هذا الأمر؟ هل هو وحي من السماء؟ هل هو إلهام من الله؟ هل هو غسالة العقل كما يقول الفلاسفة؟ ما هي حقيقة الرؤيا؟ الإنسان خلقه الله عز وجل من ثلاثة مكونات أساسية: جسم وروح في هذا الجسم، وعقل يميز هذا الجسم، يميز به صاحب الاسم الجسم الأشياء. عقل التمييز تلون به بين المنظورات فتعلم أن هذا أبيض وهذا أسود وهذا بلون كذا وهذا طويل وهذا قصير، هذا عقل ميزت به بين الألوان وبين الأشياء. تميز به بين المسموعات، هذا صوت فلان وهذا صوت فلان. تميز به بين المنظورات العقلية المدركات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، اثنين قسمة على اثنين تساوي واحد. هذه كلها عين العقل. إذن العقل يرى بعينه، والجسم يرى بعينيه، والروح ترى. وكل واحد بعد واحد رؤيته أوسع منه. أصغر شيء عندك عينيك التي في رأسك، كم المساحة التي أخذت من الرأس؟ أكبر عين موجودة من عيون البشر كم وزنها تقريبا؟ قديش؟ لو جاكم رجل عيونه كأنهم بيضتي دجاج، شو تقولوا عنه؟ يخوف. ذا هذه عيون كبرت عن حدها. ولو جاك واحد صغير عينه كأنها حبة فستق صغيرة كأنها عين الديك، أقول إيش هذه؟ بعد صغرت عن حدها. لكن العين المتوسطة هي العين التي تكون على قدر التمرة، أليس كذلك؟ تقريبا. هاتان العينان الصغيرتان لا يدركان إلا قليل، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لو جاء جدار أمامه سد النظر، لو أغمض جفنه ذهب النظر، لو وقف قدام إنسان هذا ذهب المنظور. إذن هذا البصر سهل أن يحجب، كذلك بصر العقل، عين العقل تحجب بالذنوب. ولذلك الكافر لا يعقل، لأن عين عقله حجبت بالذنوب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. دخان الذنوب يحجب عين العقل عن الصواب. ولذلك إذا أردت أن تستشير أحد في أمر همك لا تستشر إلا الصالحين. لماذا؟ لأن الصالح عنده عقل بصيرة، عنده عين بصيرة في قلبه، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ما الذي يعمي القلوب التي في الصدور؟ الذنوب. ما الذي يجليها؟ الطاعات. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان نور في القلب يفرق به بين الأشياء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة بصيرة القلب، عين القلب التي هي عين الفراسة، التي هي العين التي إذا نظرت بها إلى الأشياء علمت ما بعدها وما خلفها، قرأت ما بين السطور مما لا يقرأه غيرك. دخل رجل على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعثمان صاحب رسول الله ذو النورين. فلما دخل هذا الرجل
نظر إليه عثمان فقال: والله لو لم يأمرنا الله في القرآن بالبينة لجلدت ظهر هذا الرجل 100 جلدة. لسه الرجل ما تكلم. قال: نعم يا أمير المؤمنين، لقد زنيت البارحة. سبحان الله. قال: إذن فاجلدوه 100 جلدة بإقراره لا بفراسته. أقر على نفسه. تجد بعض الناس إذا نظرت في وجهه رأيت الذنب، وبعض الناس إذا نظرت في وجهه رأيت الطاعة. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي المسلم والكافر؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. هذه عين البصيرة، هذه العين لا تجد عند الكفار، هذا البصر لا تجد عند المجرمين، هذه الفراسة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذه عند المؤمن، هذه عين القلب، عين العقل، ينظر صاحبها إلى الآية القرآنية فيستنبط منها الأحكام والحكم، ينظر صاحبها إلى الحديث فيستخرج منه 100 المسائل. جاء الإمام الشافعي رحمه الله ضيفا على الإمام أحمد رحمه الله في ليلة شاتية، فقام الإمام أحمد ولم يكن عنده إلا بيت واحد، غرفة واحدة. هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، بيت غرفة واحدة في العراق، غرفة واحدة، ما في مجلس ومقلط، ما عندنا، لا، غرفة واحدة. إذا جاء الضيف سدل ستار وسط الغرفة، نصفها للضيف ونصفها لأحمد وأهله، وإذا ما في ضيف رفع الستار وتوسعوا. وجاء الضيف وإذا بالإمام أحمد وبنتيه وابنه وزوجته في نصف الغرفة، والنصف الآخر للضيف الكريم محمد بن إدريس الشافعي الشريف من آل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الإمام أحمد خرج يسامر الضيف، يعني هذا من الأدب ألا تترك الضيف الحالة، تجلس تسولف معاه حتى يأتي الطعام. حياك الله يا إمام. بنت الإمام أحمد كانت تقنت في صلاتها تقول: اللهم إني أسألك ألا تميتني حتى تريني محمد بن إدريس، من شدة حبها له، لأن أبوها يحبه. وإن من أبر البر أن يصل المرء أهله ودي أبيه، فهي تريد تبر بأحمد بالإحسان للإمام الشافعي. جاء الشافعي بنفسه بلحم وشحم وجلس، ولما جاء وجلس قامت البنت فصنعت الطعام سريع، كرام الضيف، الضيف يكرمه من كان ذا كرم، أنت الكريم وأنت الخالق الباري سبحانه. قامت المرأة البنت فصنعت العشاء، طبعا العشاء هذا هو كل ما في البيت يقدم للضيف، إذا انتهى الباقي يروح للجماعة لأهل البيت. رفعت البنت الستار وأدخلت الطعام من تحت الستار للإمام أحمد والإمام الشافعي. أخذ الإمام أحمد الصحن فقربه، وجلس الإمام أحمد جلسة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يأكل يرفع رجل اليمنى ويجلس على رجل اليسرى، تعرفون هذه الجلسة، حتى يضيق مجاري الأمعاء فلا يأكل إلا قليل. أما الإمام الشافعي فتربع، تعرف التربع، يضع رجليه على الأرض ويصير البطن يأخذ طريقه، يأخذ راحته. الإمام الشافعي أحمد يأكل ب3 أصابع، الإمام الشافعي ب5 أصابع. الإمام أحمد أكل قليلا الحمد لله، الإمام الشافعي ما شاء الله، فاضرب ب5 ولا تأكل بملعقة، إن المعالق للنعماء كفران، فأكل ب5 وطبق هذا البيت، ولم يزل رحمه الله يأكل حتى أكل نصف صحن. قالت البنت الطالع: معقول هذا الإمام الشافعي يأكل كذا؟ بعدها
جاء وقت الصلاة فصلوا، أكيد ممكن على طهارة ما هو مشكلة، صلوا صلاة العشاء، هم كانوا يتغدوا ما بين المغرب والعشاء، أو عفوا يتعشوا ما بين المغرب والعشاء، صلوا صلاة العشاء، الإمام أحمد ينام قليلا ثم يقوم الليل، الإمام الشافعي استلقى على ظهره ولم يصلي من الليل شيء، ما في صلاة حتى أذن الفجر. البنت تصلي، السلام عليكم، طالع أحمد ما زال مستلقى على ظهر، عفوا الشافعي، أبوها يصلي وهي تصلي وأمها وأخوانها والرجال الضيف نايم، وهذا محمد بن إدريس أكل كثيرا ونام كثيرا وما صلى من الليل شيئا، والطامة الكبرى صلاة الفجر الله أكبر ويقوم يصلي من غير وضوء. لا حول ولا قوة إلا بالله. كتبت عليه 5 ملاحظات. يوم رجع الإمام أحمد والإمام الشافعي من المسجد قالت له: يا أبتي، أنت متأكد أن هذا هو محمد بن إدريس الشافعي؟ قالها: نعم، هذا محمد بن إدريس الشافعي. قالت له: أنا لاحظت عليه 5 ملاحظات. أولا أكل كثيرا، ثانيا أكل بالخمس بيده كلها ولم يأكل بثلاث، ثالثا تربع، ورابعا استلقى على ظهره، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ينام الرجل على ظهره، خامسا لم يصلي من الليل شيئا، سادسا بعد ذلك ذهب إلى المسجد من غير وضوء صلاة الفجر. قال لها: طيب استمعي، أسأله وأنت تسمعي واسمعي الجواب. قال له: يا إمام، أكلت بخمس ولم تأكل بثلاث، وأكلت كثيرا ولم تأكل قليلا، وتربعت ولم تجلس جلسة النبي صلى الله عليه وسلم، واستلقيت على ظهرك وفي ذلك نهي، ولم تصلي من الليل شيئا، وذهبت لصلاة الفجر من غير وضوء. كأنها صواريخ مرة واحدة. هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة رضي الله عنه أجمعين. قال له: يا أحمد، أكلت كثيرا وتربعت لآكل كثيرا، واستلقيت على ظهري، وذهبت لصلاة الفجر من غير وضوء. نعم، هذا كله صحيح. طيب ليه؟ لماذا؟ قال: أما إني أكلت بخمس وأكلت كثيرا وتربعت، فلأني رويت عن فلان عن فلان عن فلان بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طعام الأسخياء شفاء، وفي رواية: طعام الكرماء شفاء، وقد كنت أشتكي مرضا فاستشفيت بطعامك فشفاني الله به. هذا بعد حديث جديد يكتبه الإمام أحمد، هذه الفائدة الأولى. طيب قال له: استلقيت على ظهرك ولم تصلي من الليل شيء، وذهبت للصلاة من غير وضوء. قال: أخذت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي ذات مرة في طريق من طرق المدينة، فأبصر غلاما يلعب بطائر، طار الطائر من بين يديه، فأخذ الغلام يبكي، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه وابتسم في وجهه وقال: السلام عليكم يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: فتأملت في هذا الحديث فاستنبطت منه 100 مسألة. 100 مسألة. قال أحمد لبنته: اكتبي، خذي القرطاس واكتبي العلم. قال: هات المسائل يا إمام. قال: المسألة الأولى: جواز السلام على من لا يرد السلام، فقد سلم النبي على الغلام ولا يرجى من الغلام رد السلام. المسألة الثانية: جواز تكنية من لم يولد له، فقد كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عمير وهو لم يولد له عمير ولا غيره. المسألة الثالثة: جواز السؤال عما هو معلوم، فالنبي يعلم ما حصل للطائر ثم جاء يسأل الغلام ما فعل النغير. المسألة الرابعة: جواز التمثيل، تمثيل الإنسان بحركات الحيوان، فإن الغلام لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عما فعل النغير طفق بيديه يماثل حركة الطائر عند طيرانه، فدل ذلك على جواز تمثل الإنسان بحركات الحيوان. 100 مسألة والإمام محمد يكتب، وهذا ليس وقت لسردها. نعود إلى موضوعنا الرؤيا.
إذن هذه رؤية العقل، أبصر هذا الإمام الشافعي في هذا الحديث 100 مسألة ما أبصرها غيره، واضح؟ تبقى الرؤية الثالثة التي هي رؤية الروح. الروح من وين؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الروح من أمر الله، الروح مكرمة عند الله، الروح نسبها الله لنفسه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن هذه الروح ترى ما لا يراه الناظرون، ترى روحك الغيب. ممكن أن ترى الجنة بعينك؟ لا. ممكن أن تراها بعقلك؟ لا. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، العقل ما يدرك اللي فيها، لكن الروح نعم ممكن تدخل الجنة وتراها بروحك، وترى كل تفاصيل الجنة بروحك مع أن الله خبأها عن الأبصار في الدنيا. قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لكن هنالك من النفوس ما يطلعها الله عن طريق الرؤيا لما أخفي لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني دخلت الجنة فإذا بقصر أبيض عند بابه جارية بيضاء تتوضأ، فقلت لمن معي؟ لمن هذا القصر ولمن هذه الجارية؟ قالوا هذا القصر لعمر بن الخطاب وهذه الجارية له. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتذكرت غيرتك يا عمر فوليت، فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ رؤيا. وآخر يراها النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال ماذا تفعل؟ لقد رأيت البارحة أني دخلت الجنة فسمعت خشخشة عليك في الجنة، فماذا تفعل؟ قال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. قال هو ذاك. إذن الروح ترى حتى يمكن ترى رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في منامي فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت بردها، ثم قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الكفارات والدرجات. هذا النبي يرى الله، يتكلم مع الله في المنام. الإمام أحمد رحمه الله ورد عنه أنه سئل قيل يا إمام ما هو أعظم ما ثبتك الله به في الفتنة؟ قال أعظم ما ثبتني الله به في الفتنة والمحنة أني رأيت ربي في منامي. فقلت له ربي ما أعظم ما تقرب به المتقربون إليك؟ قال فقال ما خرج مني، فعلمت أن القرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود وليس بمخلوق. إذن عالم الرؤى عالم حق، لكن الرؤيا تنقسم إلى 3 أقسام: رؤيا من الله حق، رؤيا من الشيطان باطل، رؤيا من النفس تقبل أن تكون حق وتقبل أن تكون باطل. فما كان من الله فهي البشرى. قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما البشرى في الحياة الدنيا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. إذن هذه الرؤيا صالحة من الله. الرؤيا الصالحة والرؤيا الصادقة ما الفرق بينهما؟ الفرق بين الصالحة والصادقة أن الصالحة لا تكون إلا للمؤمن، والصادقة قد تكون من المؤمن وقد تكون من الكافر، لأن الصادقة على حسب صدق صاحبها، والصالحة على حسب صلاح صاحبها،
والصلاح لا يكون إلا للصالحين، بينما الصدق قد يحصل من الصالح ويحصل من غيره. هنالك من الكفار من لا يكذب لكن ليس بصالح، وهنالك من الصالحين من يكذب لكنه صالح، وهنالك من الصالحين من يصدق. فعلى ذلك يكون الرؤيا تصدق على قدر صدق حديث صاحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإذا كتب عند الله صديقا صدقه الله في قوله إذا قال وفي رؤياه إذا رأى: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فتاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمها الربيع بنت النضر، أخت أنس ابن النضر رضي الله عنهم أجمعين. الربيع هذه كانت عصبية شديدة العصبية، غضوبة. كان عندها صديقة تشاجرت معها، فأخذت الربيع عمود فضربت به فم صديقتها فكسرت أسنانها. فأهل البنت التي كسرت أسنانها جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، القصص السن بالسن، هذا شرع الله، هذه الربيع كسرت أسنان ابنتنا، انظر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصص، يؤتى بالربيع فتكسر أسنانها. ويأتي الخبر لأنس بن النضر فيأتي مسرعا: يا رسول الله، والله لا تكسر أسنان الربيع. يا أنس، هذا شرع الله، والله يا رسول الله لا تكسر أسنانها. يا أنس، القصاص شرع الله، والله يا رسول الله لا تكسر أسنانها 3 مرات. فقال أهل المرأة: خلاص يا رسول الله، عفونا عن الربيع، عفونا عن الربيع، وهم في الأول يقولون قصاص ونريد القصاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، منهم أنس بن النضر رضي الله عنه. من صدق مع الله صدقه الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فعلى قدر التبديل يكون التبديل، وعلى قدر الصدق يكون الصدق. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يوم حنين جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ظن أن هذا الرجل يريد غنيمة، يريد مال، فلما أقبل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خذ. فغضب الرجل، قال: يا رسول الله، ما على هذا بايعتك؟ أنا ما بايعتك على هذا المال، لا أريد الدنيا. قال: على ما إذن؟ يعني أنت بايعتني على إيش؟ قال: إنما بايعتك على أن أقتل في سبيل الله، أن يأتي سهم في سبيل الله فيدخل من هنا ويخرج من هنا. ثم ولى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يصدق هذا يصدقه الله. فجاء سهم طائش فوقع في المكان الذي أشار إليه هذا الرجل الصادق الصحابي المبارك، صدق الله فصدقه الله. انتهى الوقت وما دخلنا في الموضوع، مع أن 11 وردت أيضا في السنة في حديث عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، وهي الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل، فحافظوا عليها كل ليلة في رمضان وفي غيره. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا محيي العظام وهي رفاتا بعد الموت، يا ودود، يا مجيد، يا مبدئ، يا معيد، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا أحد،
يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يا من أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله الرحمن الرحيم، وأنت الله العلي العظيم، وأنت الله الحي القيوم، وأنت الله عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ألا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا كربا إلا نفّسته، ولا كربا إلا نفّسته، ولا كربا إلا نفّسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا محروما من الرزق إلا رزقا حلالا طيبا مباركا رزقته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة أعطيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا عالما إلا وفقته وسددته، ولا عالما إلا وفقته وسددته. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال أمة محمد، اللهم أصلح أحوال أمة محمد، اللهم أصلح أحوال أمة محمد، اللهم أصلح ولاة أمور أمة محمد، اللهم أصلح ولاة أمور أمة محمد، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى، اللهم حببهم إلى رعيتهم وحبب رعيتهم إليهم، واجمع كلمتهم أجمعين على البر والتقوى، اللهم اجعل هذه الأمة صفا واحدا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، اللهم اجعل هذه الأمة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد والحمى، اللهم احفظ هذه الأمة من الفرقة، اللهم احفظ هذه الأمة من الفرقة، اللهم احفظ هذه الأمة من الاختلاف، اللهم احفظ هذه الأمة من التنازع، اللهم احفظ هذه الأمة من التقاتل، اللهم احفظ هذه الأمة من التنابز، اللهم احفظ هذه الأمة من كل سوء، اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها، اللهم إنا نستودعك أمة محمد، نستودعك دينها الذي هو عصمة أمرها، اللهم إنا نستودعك ديننا وهو الإسلام الذي به قوام حياتنا هو عصمة أمرنا، اللهم احفظ لهذه الأمة دينها واحفظ لهذا الدين أمة الإسلام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ لأمة محمد أمنها، اللهم آمن هذه الأمة في البر والبحر والجو، اللهم احفظ أفراد هذه الأمة، اللهم احفظ رجال هذه الأمة ونساء هذه الأمة، وحبب أفراد هذه الأمة بعضهم إلى بعض، اللهم ألف بين قلوب أمة محمد، اللهم اجعل هذه الأمة معتصمة بحبلك غير متفرقة ولا متنازعة، تطبيقا لقولك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اللهم اجعلنا وأمة محمد معتصمين بهذا الدين غير متفرقين
متفرقين ولا مختلفين، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال الأمة في مصر، اللهم أصلح أحوال الأمة في الشام، اللهم أصلح أحوال الأمة في فلسطين، اللهم أصلح أحوال الأمة في كل مكان. اللهم احفظ إخواننا في بورما وفي فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان وفي كل زمان، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم انزل على أمة محمد بركات السماء، وأخرج لأمة محمد خيرات الأرض، وولي على أمة محمد خيارها، ولا تولي عليهم شرارها شرارهم يا حي يا قيوم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، نعم المولى أنت ونعم النصير. على الله توكلنا، وإلى الله أنبنا، وإلى الله المصير. اللهم ثلث رمضان قد انقضى، فاغفر لنا ما مضى. اللهم ثلث رمضان قد انقضى، فاغفر لنا ما مضى، ونسألك خير القدر والقضاء، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بقية أعمالنا خير مما مضى منها، وبقية أعمالنا خير مما مضى منها، وبقية أقوالنا خير مما مضى منها. اللهم إنا نسألك الخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا يبقى خيرا تعلمه إلا جعلت لنا منه النصيب الأوفر والحظ الأكبر، ولا يبقى شرا تعلمه إلا صرفته عنا وصرفتنا عنه، وبعدت بيننا وبينه كما بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من سحر الساحرين، وعين العائنين، وحسد الحاسدين، ومكر الماكرين، وكيد الكائدين، وفرط المفرطين، وطغيان الطاغين، وظلم الظالمين، واعتداء المعتدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم افتح لنا أبواب الدعاء، وافتح لنا أبواب الإجابة. اللهم افتح لنا أبواب الرجاء، واجعلنا من الذين يرجونك. اللهم اجعلنا من الذين يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في جنات الفردوس الأعلى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك كريم مجيب جواد على كل شيء قدير. اللهم جازع عنا نبينا وحبيبنا محمد خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم بلغه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك أن تهب له الوسيلة والفضيلة، اللهم هب له الوسيلة والفضيلة. اللهم أسقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا في زمرته، واجعلنا من خيار أمته، وبلغه في هذه الساعة صلاتنا وسلامنا ومحبتنا له. اللهم أحنا على سنته، وأمتنا على سنته، واجعلنا من خيار أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.